الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين كسو شري كتابك الشرح السنة وحين تشوقني وأنفذ في خلقه السابق المقدور وهو الجواد الغفور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلى هاي وحو أقيا هاي عندها وحقيامين إياه يوحى الله به قرصنا يعني إلى هاي وأقيا يعني وحو ولب إلى هاي وأقيا وهو بكل شيء عليم. علم إلهي واسع يا هي وكاد الله أدل الذين واشيغي نصوص كتابك يا السنة إنه علم إلهي واسع يا هي وحول بنا إلهي أجيه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الله أكتي سوكلية وحقصة لا عند غيره مفاتح الغيب خسن ذها غيبك ولا يعلمها إلا هو. استقم ويانا عدك لما سقوا قرة أي أب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. بك علم الغيب كأنه الله لقاريه أي أيوة الله نوشه أي وأدلة كسو أررت علم إله إلا إنكراء أما لا يلهد وحيالها قاركوذ أتشراء وأنو إلهي أغين باتشراء هدي لا يلهد وحين غنيس كفر أكبر. قال لما الدين طلقه بحين غنيس. هذا الإمام الشافعي وإنه الشاقني خاصموا القدرية بالعلم فإن أقروا خصموا وإلا كفروا. قال ذا قدرية ذا وحكوا ردوا الدان علم إلهي إلهي أشياء ذا مؤقا إنت ينادي عن كهر بس مؤقين هذا قران دودي ولا غالب نغنيا ومراتب تكالي قدر كان إنا قران أي كان لازم يسوكا دارانيس وإلا كفروا هذا قري ويان علم إلهي إلهي وحول بؤقا ويقالوا بيان وأيو إن لا يلهذ إلهي وحيا لها قار مؤقا وجهل إن إلهي لو نسبين أي أقون در جهل يقولون ونقصان ساس أودد حين نقول إسا شيء لقو قالوا بي خائنة الأعين علماء وحي الأهدين سيدا بعض السلف اللي قصوا النقلي شخصي با وحولتش وقا شمع إسا قدتك إلا فردية قبروا كراسو مرتين الرسول حدوني تتكلم شو قانا إن ندري من فصلنا إنه كأي أقول ربع هدي أي مركز صو يا قان وكتشي سنية هدي كلنا أركتي ذكو حضيا خائنة الأعين وساس كوف السرين بعض السلف مركا أشياء اللي نشجعي وتسالوين مرات كل لغة شذا وحي تينو إلهي وحول بأجيه لكن مركا اللي نشجعي خائنة الأعين إلهي نوجيه وحلابه قرصنا يا إلهين وأجيهاي وتصاليا لينو تصالين وحياله قرصونا إدتك كقرصونا شري إنه إلهي أجيهاي لينو الشيء والله ينو تصالين يعلمك إلهي وحكم إذا أشياء ذي علمك إلهي كنت تعلقه وحكم إذا لينو الشيء ابن أبي الصرح إن اللي ورن شري بات شري ورقي وحي قوري شري كم إذا ودينتي كنغضي مركسولي بالدعايات نسمي مركز النبي وحو أمره عليه الصلاة والسلام إن إنك لديله ملك استولى وأركو إن لديله ما أنت فتح مكة أسمان من عفان بأن تسوك حي إنك ابن أبي الصرح مركز وحو يلي لبا يعطني يا رسول الله بيعض لقل مركز النبي وقعنتك هاي السطي مر لباد بكعلي عثمان بن عفان هذا الكي مركز مركي لبادنا لما بايعتمن مر صدحاد بكعلي مركز صدحاد أي النبي صلى الله عليه وسلم قعنته وتاقي مركز الله بايعتمن مركز النبي وحول صلى الله عليه وسلم وحنش على يستي نن إذن كم ذي مركو أركي إن قعنتك هايستي إنو سوك عدلو مركز صحابي بوحول يا رسول الله هلا أومضت إلي ماذا أنا إيه إشارتي أما إيه إلتشبسي أنا أدري لهاي مركز النبي وحول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي أن يمضى نبي أمصر قال لها إنه إلتشبية رواية كالوحي الشقيسة لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين نبي أمصر قال لها إلوح خيامين إيسا إنه أسقنات مركز إلتشبنت إنه سوق إيسا خائنة الأعين أي حديث كاسنا كنت سنين
صابت أوي للنبي صلى الله عليه وسلم وحن شعلا يستئنوا متكين دله حوايا إن كان الكفر الزيادة أبو ليمين والدبات الزيادة والنبي قد عايدين أيو ليمين صاص أود أبو النبي وأمره صلى الله عليه وسلم إن لدلو ملك استطال وأركبه هدو الداهية دا كعبه دا كلا الله دو حتى إن لدلو حرد عثمان بن عفان مؤرن يا رسول الله ومغن قليا مؤرن أو سوك حيي سو النبي صلى الله عليه وسلم وعفية ولا بايعتم مركا عدة حرد دشا وحي استسحابي السي ووهشني السي حكم كي هرأ الأصل بقاء ما كان على ما كان حكم كسيدو أهينو كباقي هاي بأصل فيه حكم كورانا وحوها إلا دلو فالخلق عاملون بسابق علمه شيخ وحوري رحمه الله خلقه وحيكو عمل فليان علمي إلهي هرمري بيكو عمل فليان وسوى فقصا علمي هرمري أي لأمانيان والنافذون لما خلقهم له من خير وشر وحيفلينيان وحي لهي وابو ري وخير يا شرباء لا يملكون لانفسهم من الطاعه نفعا لا يملكون مهنانيان لانفسهم من الطاعه نفعا طاعد حال كم دي هي نفع هنن مايان طاعد حال اسقناضي اما حال طاعد كم دي هي واحتر هنن مايان لانفسهم نفهود اي واحتريان نفهود وحي تركر المجرد ولا يجدون الى صرف المعصية عنها دفعا ولا يجدون مهليان إلى صرف المعصية عنها معصية إن كدافعا حق النفهودة دفعا دفاع مهليان الريحتان أي نفهودة كالريح كريان أما كدافع كريان وإسكود معصية إسكما باتشن كريان يضو إلى هيئان وافتشن لكن هذه معصية أي كباقضان وحي كباقضان بالتوفيق من الله إنه إلى هيئة وافتشي هضي طاعدي لي مادان وحي كلي مادين وافتشين إلى هاي وافتشيي أي كلي مادين وحشيخ نوتي الماما ياسدو إلى هاي قدري سوى فقصا إن أموره دعيان قدر كان مراتبتي سوى حكم إذا مرتبط العلم إنه إلى هاي أشياء ذا سيئوكا أوحى الله وحى دعي إلى هاي نكور قبي وحكا قرصونانا إنا نتشرين جملة وتفصيلا تدخل لما يقار كود وحي الهدين أمورها وأوين إلهي وأوغا جملة هانا وأوغا لكن جزئيات كيرير مأوغين تنوع سوى قالمو وهو نسبة الجهل إلى الله وإن أقون در إلهي لو نسبين أيه أي نغنس ساسا أودد وحي نغنس قالمو إلهينا وحي نوشي وحول بينوغا وهو بكل شيء عليم بكل شيء وحسوق لي تفاصيل شيء جزئيات كنا وسوق لي وكبح يا مشو هو البين الى هي اوغي هي اي سوق ليس قدر كنا وحكم دي هي اركان تا ايمانك لحدة ابو كم دي هي قال اخبرني عن الايمان جبريل مركو النبي يقول عليه الصلاه والسلام يقورن ايمانك قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وحشاقي أركان إيمانك اللحدة وحنا كم إذا قدرك إن رميسه كيس خير كلا يكيس شر كلا بمعنى خير يشرب إنه إلى هاي قدري إن رميسه وحي كم إذا أركان إيمانك اللحدة أي كم إذا إلى هنا وحول بين قدري وإن وشاقي إن كل شيء خلقناه بقدر شيء كاستوحى نكو أبورني قدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا إنه إلهي وحول بقدري بشاء قدر كاسو حكوب صنايا إنه سيؤغا وحل وحل دعايا كو مرلباتك إنه قري والله المحفوظك أيها هران لوغو قري وحل وحل دعايا سيدي حديثك عبادة وشيغا أيه أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وحي لهاي أبو روح وقوه الرهي قرنك مركزو إلهي قرنك كيري قر مركزو يلي إلهي يوم حان قراء إلهي باوحو كيري أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة
waxaad qortaa waxaad jiri doonaa ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo, waxalla waxaa dhici doona ilaa maalinta laga gaadhayo. Qor markaasaa qalinku wada qoray wixii oo dhanba. Marka shay kastoo dhacayaa waa maktuub, waa qoray. Marka khalqigu kama baxayaan qadarka ilaahay ka bixi maayaan. Wixii loo qoray ee uu ilaahay ogaa ayuun bay la imanayaan. Falkhalqu caamiluuna bisaabiqi cilmi, ma khilaafayaan siduu ilaahay ogaa inay samayn doonaan. Si ka duwan hadday sameeyaan, macnaheedu waxay tahay shaygaa ilaahay ma ogeyn inuu sidaa u dhacaya ka laasimeeyo. Waxay keensanaysaa oo ay koobsanaysaa, laasimitaan maaha, waa tadamun. Waxay koobsanaysaa yacnii juz'iyada inaanu ilaahay ogeyn baa ay koobsanaysa. Mana suuragalaha inaanu ilaahay ogeyn ee wax kastaba ilaahay waa ogaa. Shay cilmiga ka mid oo la dafiray ayay noqonaysa. Ta kale wax kastoo dhacayaba ilaahay waa doonay inay dhacaan. Wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa Allah, dooni maysaan inuu ilaahay doono mooyaane. Yacni wuxuu ilaahay doono ayuunbaa doonaysaan. Marka khayr iyo shar waxay dadku samaynayaan, ilaahay waa doonay inay sameeyaan, oo mashiicada ilaahay waa ku tacalluqday. Maa shaa Allahu kaan wamaa lam yashaa lam yakun, wax kastuu ilaahay doonaa waa dhacaya, waa xasilaya. Waxaanu doonin ma dhacayo. Martabada afraad waa abuurista, uu ilaahay abuuray wax dhacaya, oo ficilada addoommadu samaynayaan ilaahay baa abuuray. Addoommadu abuuran maayaan. Allahu khaaliqu kulli shay, ilaahay shay walba waa ka abuuray. Kulli shay waxaa soo gelaya afcaalu cibaad, addoommadu waxay samaynayaan baa soo gelaya. Waayo ficilku waa shay, ficilku shay weeye. Wa khalaqa kulla shay, ilaahay wuxuu abuuray shay kasta. Marka shay kastuu abuuray waxaa soo gelaya afcaalu cibaad, addoommadu ficiladay samaynayaan baa soo gelaya. Wallahu khalaqakum wama tacmaluun, ilaahay isaga ayaa idin abuuray idinka. Wamaa tacmaluun, waxaad samaynaysaanna ilaahay waa abuuray. Waxaad samaynaysaanna ilaahay waa abuuray. Marka afcaasha addoommadu samaynayaan waa makhluuqa lillaah, allah baa abuuray. Saas aawadee qolada qadariyadu waxay leeyihiin ee qadarka diidayaa ficilada addoommadu samaynayaan addoommada abuurtay leeyihiin mana baatil. Waayo khaaliqaan ilaahay ahayn oo kalay sugeen, waana sida loogu magacaabay majuus inay yihiin, majuusu hadii lumma. Xadiiska sunanku muxuu sheegay? Alqadariyatu majuusu hadii lumma in maridoo fala tacuuduhum. Nimanka qadariyada la yidhaahday qadarka inkiraya waa ummaddan majuuskeedii, bimacnaa majuusoo kaley uga dhigan yihiin. In maridoo fala tacuuduhum, hadday bukoodaan ha soo booqanina ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Maxaa majuus loogu shabahay? Majuusku waxay qabaan laba khaaliq inuu jiro, khaaliq lilkhayr wa khaaliq lishar. Waxaan laba khaaliq oo midna khayr ka abuuray midna shar ka abuuray ayay qabaan inay jiraan. Marka maadaama ay qadariyadu yidhaahdeen ficilada addoommadu samaynayaan ilaahay ma abuurin, ee addoommada abuuranaya maadaama isaa yidhaahdeen, waxay shabahaan majuuskii bay shabahaan. Waa majuusu hadii lumma, waa ummaddan majuuskeedii, yacni saasaa laga tilmaamaya. Marka falkhalqu caamiluuna bisaabiqi cilmi wannaafiduuna limaa khalaqahum lahu min khayrin wa shar. Waxay kaloo leeyihiin qolada qadariyada la yidhaahday qadarka dafiraysaa waa qolo lunsane, wixii shar ah ilaahay ma doonin mana abuurin, addoommada ayaa doonay, shaytaan iyo nafaha ayaa doonay. Shay qadarkii ka mid oo la dafirayaynay noqonaysaa. Wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrih, qadarka inaad rumayso kiisa khayr kale iyo kiisa shar kale waxay ka mid tahay qadarka la rumaynaya ka mid. Wannaafiduuna limaa khalaqahum lahu min khayrin wa shar, waxay fulinayaan addoommadu wuxuu ilaahay u abuuray, wuxuu ilaahay u abuuray oo khayr iyo sharba ah ayay fulinayaan. Icmaluu fa kullun muyassarun limaa khuliqa lah, qolo walba waxaa loo fudaydinayaa wixii loo abuuray markii la abuurayay horey ugu qadarna. Laa yamlikuuna lianfusihim min ataacati nafca, nafahooda inay taaco ku anfacaan ma awoodi karaan, iyagu iskood ugu anfacaan haddaanu ilaahay waafajin.
توفيق ذا إلهي يوافجنت إلهي بأباهين أود ذا كلية كما سمين كران إن أي مركا نفوه ذا أنفعان لكن وحي إلهي أقدري أيهم بيكو أنفعيان وحانو إلهي أقدرين كما أنفعيان طاعة مركا لوافجي إلا إيمانيان نفوه ذا معصي ذا يدن بيكا كما باشن كران هدان إلهي وافجين معصي ذا وحي نفتو ذا كدا في عكران مرك إلهي وافجيه إذن إلهي بيصدا قصة من كران يذن إلهي وإذمن مصة من كران لما نائما كران خلق الخلق بمشيئته إلهي وأبوري خلقه وحكو أبوري بمشيئته دونستي سايكو أبوري من غير حاجة كانت به باهي قصة لأنتيد يذن وح باهي قصة نين أي إلهي خلقه أبوري وحو قبهنا مشرو إلهي وغني وخلق الملائكة جميعا لطاعته إلهي وأبوري ملائكة جميعا حال دمانتو ديهين لطاعته طاعدي سأي أطيعيان السقة أي أبوري وجبالهم على عبادته وحو إلهي كو أبوري ملائكة وحو كو أبوري على عبادته عبادة إلهي عابديان ضميرك عبادته هي لطاعته ضميرك كتشرا الله بو النقنية فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون وحكم إذا ملائكة ملائك أود إلهي كو قاضي عرشك حاملون للعرش عرشك قاضي حين كو قاضيا بقدرته أود إلهي بكو قاضيا وطائفة منهم حول عرش يسبحون وحكروا كم من ملائكتي كوح عرشك إلهي أكتيسك تسبيح صنيس والتسبيح كل إيمانيس عرشك إلهي نكو أقصغن وهي حملة العرش وكمدهين وآخرون بحمده يقدسون وحكروا كم إذا ملائكتا قيب كلا أما هنقى ربي أيوم هنقيان إلهي كن الزهية وحمانك قرد يرين بمعنى كو أمانا يين حمانك ديري يقدسون وحلوك ينزهون إلهي بين الزهية وحمانك هفيان وكرد يرين بمعنى كو أمانا يين حمانك ديري هي وأن وح ما نشق كلهين يوح نقصانا واصطفى منهم رسلا إلى رسله ودورت إلهي ملائكة حق وذوح كدورتي رسلا رسوله كدورتي ملائكة صادرة إلى رسله والرسول الذي سأصادره وكذا النبي الذي سأصادره وبعض المدبرون لأمره طيب كم من ملائكة وحيما مليان وفلين أيان أمرك إلهي مدبرون لأمره أي لأمر الله أمرك إلهي أي فلين أيان شيخ وحين الشقي رحمه الله إنه إلهي خلقي أبوري ومشي أديس يدوني استيسك أبوري وحاجة يباهي أوق بينه إن نكشرين مخلوقاتكم مركا يحصمين أيان وحيقصم أيان دن دراد ديد بيقصم أيان يباهي مثل إلى هذا الحاجة أم الاختراع باهدو يذا السمين توح للسمين أيه وأصل أه شيء للسمين أيه وحكين سطي باهي اللو باهي أي باهدي مركي للدريمي أيه وحل يسير هذا باهدا الدبولة مركا درك للسمين أيه وضطكو أي سميسان أيه وحيو السميستين باهي أيه باهي اندرادي إن عورده ذاك أسطران بيدونيا إن يسكو قرحيان بين ربان إن يهوذان بين ربان مركب باهبة كان سطي إن يحوي درك السميان مركب قريها للسنيان وحا كان سطي باهي مركب وحيا رف ربضان وكل الدوان اختراعيان هدي هبتهي يا هديتهي وحيا لمركا لفولا يو قال لغو صفريو أما قاديد لغاديقانيو قواديدا ترينادا دياردها مراكيبتا يعني وحوي كل ذلك وحا كنستي حاجة باهي با كنستي باهي أيا كنستي الله مركو وح أبوريي أما وح أبوريو وحاجة وكنستي مجرتو وحو قبهنا مجرتو إلهي وغني خلائق دور دنبو غني كيهي عدو باهي مجرتو
باهي كان ستي مجرته إنه وح أبوره وح باهي يدن يكون سقنين أي له مخلوقات كأبوري دونستي سانو كأبوري حكمة دي أتشهد حق أيانو كرها حدونا يي إنه امتحان خلقيا إنه النبي أصادره إنه كتب أسودة شيو إنه وح أمره وحنا كرهبه إن عدي أمر كيس الرعضة أبا المري ونكسن أصيه عدي أمر كيس خلافته دي دنا إنه إلهي عقابه الربي مركا حكمة دي أتشهد حقه أي إلهي كرها وحباهي وكين ستي مجرد مشي أدي سيدوني سيسان إلهي كأبورا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إلهي ماءها فاعل بالاضرار ماذا مركا ضرورة وحكو السمائية أفعاشي أفعال اضرارية ماءها وأفعال اختيارية وفعل له دون استيساء كل عية فعال لما يريد وميد السمائين بضن وحضونا إنه السمائية أي السمائين بضن يهي يفعل ما يشاء يخلق ما يشاء وحضونا أبورا وحضونا السمائية وربك يخلق ما يشاء ويختار ربك وحو أبورا وحضونا إنه أبوره ويختار وأنا الدورتا أفعاش إلهي وأفعال اختيارية لا أفعال اضرارية اختيارية وحلقة قادنا يا ويختار أي حلقة قادنا مشيئة ومشيئة قدري قهدوي وحكى لشرة إرادة يا مشيئة علماء أهل السنة والجماعة وحي الهدان إرادة إلهي وحلو قيبي اللبا إرادة شرعية أمرية يا إرادة كونية قدرية إرادة شرعية وأمرك إلهي اللون سبي يا إرادة قدرية وكونية لبض وصف إلهي أي شيء يضمد ولبدون تان أي تهي أي من نوى دون الشرعية من نوى من قدرية فروق دعو حيسو حكم ده إرادة الشرعية هي وحي لازم سنيسا رالي أهانشو أوحو إلى هاي الشرعية هان أدوني إلا با إلا ووحو كرها لي هاي تعالي هاينا لكن إرادة قدري قاه إلا با إلا من لازم سنيسو رال لي هانش من لازم سنيس أوحا دعي كرتوحو تعالي هاينا إنو قدر هان أدونو إنا يدعان وادع دا وحانو تعالين وانو كرها لي هاين إيو النعبي هاينا إنو قدر هان أدونا وادع دا إيمانك يا عملك الصالح إلا إيمان يا النبي ذا يا الرسول ذو يا مؤمنين تكلم إيمانك إلا إيمان يا عملك الصالح إلا إيمان يا قدرهان إلى هاي وأدوني شرعي أهان وكره لي بمعنى إسوا كره لي أيها الدنا قدري إلا وحك الصور دعي قطعا إلى هاي وأدونا يا ولا يكون في ملكه إلا ما يريد إلهي ملكي جيسا كما دح دعا يوحو إلهي دون مويانا وحكلا مركا إيمان المؤمنين تدك فعلا إيمانك أليمي إيمان كان كل انتهي إيمانك عملك الصالح إليما الدين إلهي قدر إساق أدوني هذا هو كرالي كفر الكافرين تدك قالوا بي قال لماذا كل انتهي كفرق إلا إيمانيان يكون حتى مركا كفرق كسوغان مرك الذنب هذا كان نقضان به كفر جاي معاصي لا يسمين يان وقت جاي يسمين يان إلهي قدرها وأضوني تكمن الرالي هين كفر يا معاصي لي مدان ما نشعر ولا يرضى لعباده الكفر إلهي وجمر الرالي هادو مدي سقال لمو قال لماذا إلهي ونعبيه ما وعروني يا مرك إرادة ذا قدر جاهي رالي هان شمل لازم سنيسو وحدي عكرتو وحو إلهي تشعلي هاي وحانو تشعلين مدو والباء إنو إلهي قدرهان ودونا وادع ذا قد وقد يعني وحوهي شرعيهان وحو ودوني وحي النغنيان وحو إلهي كراليه فرقه كلا وحي كلاكوك لدوينيهين وحو إلهي شرعيهان ودوني إلا با إلا إنا دع ذا لازمة شيقي وشرعيهان ودوني إلا دات كورنا من إذا إيمان لي مادان وكدونا إلهي وأمري وككلفي هذا معنى هذا ماها إلا بإلا إنا كود الدعيسه يقار كود بوحي إلا أمري والله فري أن لا إيمانين
قاربا وحي لفري أو لأمري أن لا إيمانين أو سمينين لكن وحو قدرهانو دوني ما باقنايان إلا با إلا وادعيان وفرق إلا باده كهدوين شيء هدو قدرهان إلا هاي دونه ولازم الوقوع ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لكن الشيء الشرعي هانو دوني لازم الوقوع معها قد يقع وقد لا يقع وحا دعي كرتين ودعو وحانا دعي كرتين ودعين مدولي بواس ورقل مركما إرادة لبدا قيبت بالله قيبيا نصوص تانا لبدا بشيليس يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر حلوت شيدا وإرادة شرعية يريد الله أن يتوب عليكم وإرادة شرعية قد أردت منك أهون من ذلك ألا تشرك به شيئا فأبيت إلا أن تشرك به شيئا حديثك صحيحين كان قال كأيو إلهي وحكو إلى ذا آخر هذا الدنيا ذا مقيا ذا يصن لها عذاب كمان تمس كفرا لها مركز إلى ذا مركز إلهي وحكو إلى ذا قد أردت منك أهون من ذلك حنكاد دوني وحكا سهل أنتاس ألا تشرك به شيئا إن أنا ذو حبيه يقول شريك يلين بانكاد دوني فأبيت إلا أن تشرك به شيئا وأديد إن هذا يوحي يقول شريك يشمه يعني وحكا لو أديدي إن هذا الشرك لا تماده ووحن لقاركاها عبادة دي عدك للو ذاكسه مو يعني وحكا لبا وأديدي ساسو إلهي كل هذا ملكا قد أردت منك حلوك شيء إرادة شرعية أيها لوك شيء مشي أضل لبضا ما الله قيبين أيام بعض العلماء لبضا وأقيبين شارحة كتابك الشرح أيانا بازمول وحمر يا مشي أذن لبضا وإن لو قيبيه لكن صدى صحيح وحي تاي مشي أذو حي أسا أررتي كلية قدرية عن نصوص تهدي لتتبع إرادة ذو حلقه ليا لبضا النعبة يدو إرادة شرعية لوغة شيدو يدو إرادة قدرية لوغة شيدو لكن صدى نصوص تلقو أركي مشي أميل كستي نصوص تكاكتمي وحي أتما الداؤون مشي هذا الدونيست إلهي اللو نسبين يا باللفظة شاء يا اشتقاقات كده قدرية أن اللوغة تشيد يعني السداس أي مركة أتمي ساساود علماء قاركود وحي لهدين صحيحنا مشي هذا اللبض اللو قيبين مايو إلا نصوصة إلا الراعو اتباع للي مادو أي صحض تهي نصوصة وحي قصارو تون مشي هذا يدو قدرية أي قصارو وحي لهاي أبو ري ملائكتا ملائكتنا وحو أبوري طاعدي سو أبوري ملائكتا إلهي وحو كأبوري نور سيدة حديث كمسلم صحيحة كسوري بشيغيو خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم نبي قوحل عليه الصلاة والسلام ملائكتا وحلق أبوري نور جان كان وحلق أبوري أولو الدبأة أي لقى أبوري وخلق آدم مما وصف لكم آدم نوح لقى أبوري وحل إذن شيغي يعني وحل لقى أبوري آدم روب أي لقى أبوري ملائكته وحي كم ديهن رمين تلا رمين يا أركان إيمانك لحد أبي كم ديهن أن تؤمن بالله وملائكته مركا ملائكت إلهي إلا الرمية وواجب وفرل ومن أركان الإيمان روح ملائكت إنكرا وقالوبيا ملائكتا إلهي وحو أبوري طاعديس وح الشهوات لهم أبورين ساس أهود وح الصيان ليها الله إيمان مايان لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلهي وحو أمري معاصيا حين السمين يا وحي الأمري أي السمين يا الله إيمان يان. أعمال بذنو كالدوم ملائكت قبنا يان. أجسام وليه يجرد بعض الفلاسفة وحي لذان ملائكت شرد ملي لكن وأود أشياء ذكو قرصون وخير كالصوابية لكن وح جسمي أما أجساد إليه ما شفته باطل ويوحص وقول باطلة لهم أجساد شرب إليه قرب إليه قلبي إليه ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء لبلا قرب صدح صدح قرب أفرافر قرب قار قربك بضن لبعد شرا وحلقة قادنا إياه يزيد في الخلق ما يشاء أي لقى قادنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وتقص أرورتي النبي يقول له وحن أركي جبريل
له 600 جناح يسقوا لح بقل أو قرب له أو قربه كلبحيي وقد سد الأفق أيان أركيبا النبي صلى الله عليه وسلم لبقرين وأركينا ده قرآن كوالوشاقي أو سورة النجم أي الوشاق سورة النجم أي الوشاق ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى مركب لبعضنا وحكوا أركي يسقوا لك تشوقة مركب كصوب بحي غار وحراء أيو أركي جبريل لبضا واختي أيو أركي آياتك سورة النجم نوح اللوغتش إذا جبريل عبد الله بن عباس يسوي سكر ومري أو حولي لبضا قور نبي صلى الله عليه وسلم إلهي بو أركي آياتك نصاصك فصرا لكن حديثك مسلم صحيح كسوري من حديث عائشة حشيقية إنا يترين نبي صلى الله عليه وسلم بان ويديي آياتهم مركزان نبي وحيقو يريبي تري عائشة أرنيس رضي الله عنها وأرضاها ذاك جبريل كاسوا جبريل يعني الصورة دي سقصقنا كما أركن لبقرمو يعني مركز النبي صلى الله عليه وسلم بفسري إن جبريل لو قد مركز ملايكته وحيلين قلبيه حتى إذا فزع عن قلوبهم عن قلوب الملائكة قلوب بيليهم قرب بيليهم مركز شرر بيليهم اللي هي أجساد ملها باطلوي أهل السنة والجماعة وحي قبان نصوصنا الشيء قيساء إن الأجساد يتشرد ليهن أهل السنة والجماعة وحي قبان إن عقول ليهن يعقليه زل الشيخ كرد عضي أيا وحاكس قنايد عقلية ملع لكن علماء أهل السنة والجماعة وحي الشيقين إن عقلية ليهن إن قلبية ليهن صاصي الشيقين أيضا نواب الشيء قيساء إن قلب يليهن حتى إذا فزع عن قلوبهم إلى لقى أرقق حسيبه قلب يدي ملائكته ملائكته إلهي معاصيان طاعد إلهي يكون مشغول سيهيد قيب عرش إلهي بيسداء الذين يحملون العرش ومن حوله يعني كوا عرش إلهي السداء إيا ملائكتك لكو أقدو لما نوضى التصبيح صنيان وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ملائك عرش يؤدوا باشرته ملائك عرش يسد أياشرته ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية عرش ربك ما رنت قيامه وحسد خلق كركودا وعرش إله السد سداد باسد وسداد ملائكة كمدا ما سداد ملائكة مسوى سداد صف أو ملائكة كمدا على قولين على مدى الله قول بكلين مركا وحيكو السيدان إلهي أود ديس ملائكتا قاربا أعمال بالودرين بدو ملك الموت وضدكم نفاهكا غبانيا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قار وحي قال لو سوديبا النبي ذي أكينا يا رسول الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وحي قال لو سوديبيا قار الدوم هذا عمل لذا ذي قريان خير يا شربة وقربك مديقي قربك بيدح بيكس غيهين قار روبك كينيان قار دبي لها يوضان قار الدوم هذا إلى لينيان قار وحلو صدراء روح مركو لنته منكر يا نكير وحلو صدراء يا سؤاشا أي وحوي دينيان شخصي لنتي وامتحانيان من ربك وما دينك ومن نبيك منكر ينكير بليها منكر ينكير أي ليلة قروا خزنة النار قروا خزنة الجنة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك مالك وحوها يستا ملائكته يعني خزنة النار عليها 19 صغالية تون ملك أي الله ينوشها إني نار تكر كيدا يكس به بعض أهل العلم وحي لهذا وصغالية بنصف الله أعلم العلم يقال كودنا وحي مسغال يتون ملك وحي اللي نوء بهاميه وان لتفصيل إلا قاب صدفي عن والدليل هدان اللوهين أن لكو ذاقل ملائكة قار كود وحي وريغيان أرلضا إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام أي النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة قار كود وحي قريان علي مهدرتا كضاضنيا أي قريان
يعني أعمال بدن وكل الدوان وأي نتوس على يال كوبك الشجني أي ملاك تقبطان قاركودنا الصمد يكون سجني هين أو عبادهم بيكون مشغول سين ملاك تتسبيح لما كان جوين يان يسبحون الليل والنهار لا يفترون هبين يمارون وتسبيح سنة يان تسبيح لما كان شريان تسبيح لما كان جوين يان سبحان الله وبحمده تسبيح لا يتحميد إسراعنا يان قاركود وحيكون مشغول سيهين عباد ربي عابديان أطت السماء وحق لها أن تأط حديث الوسوري النبي صلى الله عليه وسلم سمضى أي عليس درادي دون نعضي يا قرتي نوية إن سمضى عليس لا دون نعضه ما الأفر فرض الله لقى السمضى كما شرته مويانا إنه ملك أما التاغية هي أما الركوع سيه هي أما السجود سيه يعني سمضى وعيريون ملائك بكب وحده عبادين يكون مشغول سنته وحي السيانة إلا إيمانيان ما شفته أوامرت إلهي نساسي أفرنيان وبعض المدبرون لأمري فالمدبرات أمرا آيادة سالغو فصري إن لو قدش هذا ملائكت وحي سكما السميان ملائكت أن لا إدمن وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك إذن إلهي ينبوح السميان حن لا إدمن سكما السميانيان ثم خلق آدم بيده انت أدب ديد إلى هاي وحب أبوري آدم بيده قعمه سكو أبوري لبدي سقع مود وإلى هاي كو أبوري هذا مفرد وكعبري لكن معرفه إضافي مركو حي كرد قنته بيديه وهي اسم كهدي معرف الله إضافي وحب فائدة عموم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها نعمك إلى هاي ولم بسقري مركب بيده وحسقري كل ما ثبت لله من يد وحكستو إلهي أسو ناضي أقعن أه بس أقري وعمومك وحلقة قادنا يا معرفة اللو إضافية لك قادنا ثم خلق آدم انت أدب ديد إلهي وحو أبوري آدم بيده قعمه سكو أبوري لبدي سقع مدبك أبوري آيات كاينو الشيقي لبقع مدين أيهين وأسكنه جنته وحانو إلهي دكشي آدم شندي سأيو دكشي ومن شنذا كسوغان أيو كيالي وقبل ذلك للأرض خلقه انت كهرنا إلى هيو أبوري آدم أو حو أبوري أرلض أيو أبوري إنه أرلض كانه دراديد بو أبوري أمرك هربو حدونا أي أرلض إنه كان أيو دونا يمركو أبوري إذا هرؤ الدونا إنه أرلض كانه ونهاه عن شجرة عكر يبي قيد أيو أدي ذو كر يبي إنه عنه قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها كيت كاسو كفري إلهي قدر كيس يا قضاء كيسو عنتان كأو آدم عني قدر هاني إلهي وأوضوني أو قدري كيت كاينو عنو هذا نوا كر يا بي ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها انت أدب ديد وحكو امتحاني بما نهاه عنه كو كر يا بي ومنها كيت كمركا كم إذا يكو امتحاني عنو ثم سلط عليه عدوه انت أدب ذو حقصة الذي عدو قيسي فأغواه عليها يعني وأصاب ينعنه بمعنى إنه عصيان كاكدعه أي أصاب أو حلقت المام إياه عنتان كأعني ما دام مخالفة نهي قيل خلافه أي تهي يعني تأغواه قلقت المام وطاس فأغواه وكو سواسيي عليها قيد كاس إنه عناء يكوى سواسيي بمعنى كو خطري أما كوى سواسي وجعل أكله لها إلى الأرض سببا حون كي يلي عنست آدم عناء يقيد كاس سببا إلى الأرض متصاب وأرلضا أرلضا إنه يماد متصاب وأه أرلضا إنه يماد متصاب وأه أي كي يلي فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا مهل إلى ترك أكلها عنست هذا تجست وكتجا يسبيلا وحو الضاء وكجب أخذ مهرين ولا عنه لها مذهبا طريق وكجت جنا وكعني ويانا يعني أمسقنا بمعنى شيء اللو قدري إنه كب أخذ مدعين ويقدر كإلهي باقا ما شوفوا حينات المنبي رحمه الله إنه إلهي آدم أبوري أو كأبوري قعميس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي
لما خلقت بيدي. يعني محاكو ديدين هذا سجوده لما خلقت بيدي كان كو أبوري لبضي إذا قعمود إلى هذا سجوده محاكو ديدين آدم إلهي وحو كو أبوري لبضي إذا قعمود وكو أبوري تصنوى فضيلة أسقنات آدم بيدي لغمة شهده قدرة إلهي الشيء والبا إلهي وحو كو أبوري قدرة ديسا يا وديسا. لكن تخصيص كآدم لغو قاري يالي حيكو تصنع إسا إنا نلو داقين إبليس إنا نلو داقين او إلهي آنو كو أبورين إبليس لبدي سقعمود مركا هدي قدرة دا إلهي اللوغة شهد لهانا وبيدي معنى هيدو عين نقل لهيد بقدرتي دا إبليس وحوران لها آني قبو حد يقو أبورتي يا قدرة دا يقو أبورتي يا ود دا مركا أرهن آنو الشيغان كارين إبليس ويهي أرهن كارين تسنوى منقبة يا فضيلة أسقنات آدم وحانا لقا قادنا يا إن إلهي اللبقع مضل أسقه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه ولا بقع مود لما خلقت بيدي ولا بقع مود وكلتا يديه يمين حديث كمسلم صحيح كسوري المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين كو عدالة السمية وحيكو سغيهن من برا النور بيكو كر سغيهن حق مذكت إلهي أيكو سغيهن وكلتا يديه يمين لبدا قعمود إلهي لبدا با ومدك لبدا ومدك أصار رطي الرواية مسلم صحيح كو سوري وشيغيس بالشمال يعني بذح الشيغيس لكن رواية دا علماء وأن نقديين وحي الادين رواية داس مسقنا والرواية منكرة صحيح مسلم هبك السقنا لكم منكرة رواية اسكما وافق سنة لفظ قص وحي رواية داك الأسوريين بيده الأخرى عمر بن حمزة نيلا يلاهد أيا لا تفردي لفظ بشماله حفظ قصنا وحاك السقنا ضعفي شيبا حفظ قصك السقنا ساساود أهل العلم يقاركود وحي الهدين لفظ قاسوا منكرة واللفظة المنكرة على ماذا قاركود أقبي إن السقنطة هي ويأقبلين لكن وحي الهدين لفظة الشمال إن لغم قعابه ما كان سنيسو أنها أضعف من اليمين إن المذكتك ضعيف سنطة كان سميس لأن الشمال في حقنا أضعف لا بالنسبة إلى الله حق إلهي يعني مركة أضعف ما إن مركة وكلتا يده يمين أي تهينا مدي ذي سوء إن شمال لقو إطلاق خرمد على كل حال جمعه وفرع الصحة لفظه هدي مركة أنو الصحين وأنو السقنين حجل ومقب إلا جمعيه حين نغني إن ضعيف هي الصحيحة وحبل كل من اللفظة الضعيفة لقتها مركة اللي هي بخاري مسلم وحكوي ميوة وضع الصحيح لقمت الماما يلفظ كستو أو كسو غاني إلا بإلا وامركا وصحيح لقمت الماما أدعي كرتاء حديث الفاد قار كود إن لنقديو وشذوذ أما نكارا كسو غنات أدعي كرتاء بعض أحاديث تكمدوا علماء أيديك هذا ينواجران وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا مركا صحيح وحيطه وإن شمال إطلاق كرين ورواية عمر بن حمزة سوري اعتقاد لو ما عسكنا يكس سابسا شمال بالغو مقعابي كرا عن لأنه وكلتا يديه يمين لبضا مدوى البوا مدك يمين من اليمن بالغا كياني لبضوا بركة بذنيهين على ما قاروح إليه وكلتا يديه يمين أي في العطاء أما في الإعطاء يعني الداقضة إيوح بحنتة إي إنفاقة أي لبضوا يمينيهين وأسكنه جنته إلى هاي وحدة شيء شنديسة شندة لذة شيء موحية هاي شنته من الجنان سشندة خلقه وإلى هاي كو أبال مرين دونه مؤمنين تاهي وناكسن اللي قلين دونه شندة سال قلي على قولين صحيح وحي تاهي شندي وإلى هاي خلقه كو أبال مرين دونه عدي وناكسنات وخلقه كمدة إن شندة لقلي وشندا ستليل لقمة بحو
شوابته واحد تعدي جزاء هن لو قليه يا أبا المرن أهان لو قليه يقول صاع عمل فري أيام كبحين لكن عدي لقوا أبو ري أنت تكاليف بلا صارين كهر مدي ذي سينا يمرك كبحان ما نحكم السنة وأسكنه جنته يضو إلى هيد شنضة وإلى هيد شيء آدم يحواء حضنا إلى هيد مركبة وحوق ترق علي هرع وقول ترق علي إنه أرلد الدشين دونهم وقبل ذلك للأرض خلقه حتى بصابة كان صندو أنت صابت أسمح حيتها جيت بالله قرر يقول لي جيت كهود وانا عونا جيت كنا إلى هيد وقع إنه عون الدونان قضاء إلهي قدر كيس وحوق دريري إنه جيت كعون الدونان سيدو قدرك إلهي كو أقابينه ودعضي قضاك وحلوك تشيدا وقضاك قدرك قضاك إلهي لو تريا مروح نقضى قضاء شرعي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضاء شرعي مروح نقضى قضاء قدري فقضاهن السبع سماوات القضاء والقدر كقضاء شرعي يقضاء قدري أي الله بد بشران كدوكو امتحان إلهي آدم إنو قيت كاعنوكو امتحاني وابتلاء اسم الذي إذا يسأل إلى هاي قدري هذا إنه كره يا بي ويا من نوى شرعي من نوى قدري قدر كي شرعي قلنا اسمع عارضيان أن لقره يا بي جيت كينو عنا وحكم شرعي إن لو قدري أو إلى هاي السيء قا إنه عن الدون آدم جيت كاس عن الدون وحكم ذا والسيء قري إنه عن الدون والدوني يدنا وحكم قدري مرك حكمك الشرعي جي حكمك قدري اسمع عارضيان شيء سيل قدري بقى خلاف كيس الشرع عن لقو أمر كرا اسم الديديان الكاهن وقول شو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.